واشنطن تعتبر أن الهجوم على منبش سيحرم داعش من طريق تصله بأوروبا. القوات العراقية على بعد 3 كيلومترات فقط من مركز الفلوجة. حفل تأبين مهيب لأسطورة الرياضة محمد علي. نشرة الأخبار من أكاديمية فوكاس للإعلام، أهلا بكم. اعتبرت الإدارة الأمريكية أن الهجوم على مدينة منبش شمالية سوريا سيحرم تنظيم داعش من طريق استراتيجية تربط بين معقله في الرقة وقلب أوروبا. وكانت ميليشيات سوريا الديمقراطية قد أحكمت حصارها على مدينة منبج بريف حلب الشمالي من الجهات الأربع، وقطعت طرق الإمداد عن داعش من مدينة الرقة. وتستعد ميليشيات سوريا الديمقراطية بدعم جوي أمريكي وغرفة عمليات عسكرية مشتركة أمريكية فرنسية روسية للبدء بعمليات اقتحام المدينة. قال قائد العملية العسكرية في الفلوجة الفريق عبد الوهاب الساعدي إن القوات العراقية أصبحت على مسافة 3 كيلومترات عن مركز المدينة. وكانت قوات الجيش العراقي وشرطة محافظة الأنبار قد تمكنت من التوغل في حي الشهداء جنوب الفلوجة. وري جثمان الأسطورة الراحل محمد علي إلى مثواه الأخير بمقبرة كييف هيل بمسقط رأسه الويفل بولاية كنتاكي الأمريكية. الموكب الجنائزي انطلق من بيت الراحل الذي توفي قبل أسبوع عن عمر يناهز 74 عاما بعد صراع مع مرض باركنسون. وحضر الجنازة العديد من قادة العالم وشخصيات كبيرة ومسؤولين أمريكيين، وأقيمت مراسم الدفن حسب الشريعة الإسلامية. نشرتنا مستمرة وفيها بعد فاصل قصير افتتاح بطولة كأس أمم أوروبا في فرنسا وسط إجراءات أمنية مشددة. أهلا بكم من جديد. نجحت السلطات الأمنية الفرنسية في تجاوز عقبة التهديدات الأمنية لبطولة كأس الأمم الأوروبية. كما تمكنت السلطات من منع وقوع إضرابات واحتجاجات عمالية. حفل الافتتاح الذي أقيم وسط إجراءات أمنية مشددة كان سريعا ودام حوالي 10 دقائق، وتخلله استعراض لأهم معالم فرنسا كبرج إيفل، وارتدى المشاركون خلال الحفل ألوانا تمثل الدول المشاركة في البطولة. في خبرنا الأخير، أضاءت سماء نيويورك آلاف من طيور الحمام المزودة بمصابيح صغيرة مثبتة بأرجلها في عرض لافت جذب أنظار سكان نيويورك وزوارها. وسيتكرر العرض كل أسبوع من 7 مايو/آيار وحتى 12 يونيو/حزيران. في الختام تذكير بأهم العناوين. واشنطن تعتبر أن الهجوم على منبش سيحرم داعش من طريق تصله بأوروبا. القوات العراقية على بعد 3 كيلومترات فقط من مركز الفلوجة. حفل تأبين مهيب لأسطورة الرياضة محمد علي. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا. للمزيد من الأخبار يرجى زيارة موقعنا www.focusacademy.tv. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.